السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مستر فرحان عطية. إن شاء الله النهاردة هنحل الأدوات المنزلية للصف السادس الابتدائي. إن شاء الله يا الأسبوع الثامن. الجملة الأولى: choose the correct answer. You become a or an at the age of 21. أنت ستصبح في سن 21. ستصبح أن أدلت، شخص بالغ في سن 21. And China، الصين. People like to eat، الناس بتحب تأكل. Noodles، مكرونة. Number 3: people you invite to your home، ناس انت دعيتهم لمنزلك. at birthday party، بارتس في حفلات عيد الميلاد. or هما بيبقوا ايه بقى في الوقت ده؟ بيبقوا guests، ضيوف. in India، في الصين، في الهند. the candles are left to الشموع بتترك لحد ما بيرن تحترق. نمبر 5، رقم 5. are food made from flour, water and eggs. they are thin. اللي بيصنع من الدقيق والماء والبيض. الكيكس طبعا البنات تعرف اكتر، هو اللي بيصنع من الدقيق والبيض والماء. طبعا ما ينفعش اقول فروتس، الفاكهة وبيتشيز، الخوخ والنودلز، المكرونة. the air that comes out of your mouth is الهواء اللي بيخرج من فمك بيسمى breath، التنفس. مش هوت اير، هواء ساخن، ولا ايس، ولا بيكت، بيبقى اسمه التنفس، breath. you write it to ask someone to come to a party or event. it's a or an طبعا شيء انت بتكتبه، write it بتكتبه to ask someone، تسأل شخص ما to come to a party عشان يجي الحفلة or event أو مناسبة أو حدث. اتس بيسمى invitation. invitation يعني دعوة. he is clever، clever. she is clever. she can our cake. الإجابة هي ماهرة، ذكية. هي تستطيع إن هي decorate، تزين our cake، الزينة، الكيكة الخاصة بنا. آخر سؤالين. أنت سالي will blow up. blow up تنفخ. سالي سوف تنفخ ذا طبعا إجابة واضحة، بالونز، البالون. طبعا ما ينفعش أقول فاير ووركس، فاير ووركس ده عايزة ليت أوف، يطلق الألعاب النارية. دي ستريمرز، هانج أب، هانج أب يعلق الزينة. ديكوريت طبعا كيك، عايزة ديكوريت ذا كيك، ذا يعني الكيك. باسل اند امر
آمر باسل وعامر a funny movie now. طبعا بيعملوا ايه دلوقتي؟ ناو يبقى ده present continuous مضارع مستمر. are watching بيشاهدوا، يكونوا بيشاهدوا. are watched دي طبعا ما ده كده في الباسل الفيزا هناخده في هنا الفيرب تو بي ناقص، هنا watches يشاهد، طبعا ده كده present simple مضارع بسيط مع he she و it. فالأفضل هنا طبعا باسل أند أمر، باسل وعمر دول ممكن نشيلهم حتى بدلهم زي هم يبقى جم زيادة عن واحد يبقى جم، لو قال باسل بس يبقى كأنه مثلا ممكن نشيلهم ونحط بداله هي فيبقى مفرد. باسل أند أمر زي هم، آر يكون زي تاخد آر، يو شي و إت ياخدوا إز، يو وي زي ياخدوا آر. أتمنى الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان تشارك تسمعوا أي جديد، والإعجاب بالفيديو ومشاركة الفيديو وتقدر تستفيد غيرك والتعليق أسفل الفيديو أو كلمة ثمش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.